السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في تقرير جديد لحركة السوق وأسعار الطيور على قناة هواة طيور الزينة. النهاردة الحركة كانت قليلة جدا في السوق والأسعار كانت واقعة لمعظم الطيور، وده بسبب العيد زي ما احنا عارفين وزي ما بيحصل كل عيد. كمان يعتبر النهاردة من أقل الأيام حركة في السوق عموما من حيث البيع أو الشراء، وحركة اللم تكاد تكون معدومة، مكانش في أي تجار موجودين عشان يلموا، واللي نزل نزل متأخر وكان بيلم بأسعار واقعة جدا، يعتبر محدش سلمه حاجة يعني. عشان كده الأسعار اللي احنا هنقولها دلوقتي هي دي كانت أسعار التداول بين الهواة وبعض للطيور، ما كانش فيه أسعار من اللي احنا نذكرها دي خاصة باللحم، كل دي أسعار تداول. مش هطول عليكم، يلا بينا نبدأ التقرير بإذن الله. أولا هنبدأ بالكوكتيل اللي هو العادي، اللي هو الكوكتيل اللي بخد اللاتيني كان الصغير ب450 والكبير ب650، الإيزابيل كان ب300 الصغير وب400 الكبير، الحبشي كان كل اللي بيتباع كان كبير كان ب300 جنيه الجوز، المصبع 300 صغير 400 كبير، البصمات 350 صغير 500 كبير. هننتقل بقى دلوقتي لكوكتيل الفرنساوي اللي كان فيه الالبينو ب900 صغير وب1300 كبير، وكان فيه الايزابيل ب500 صغير وب700 كبير، والوايت فيس ب400 صغير وب600 كبير، والمصبع ب300 صغير وب450 كبير. هننتقل دلوقتي للبادجي بكل انواعه، هنبدا بالاسترالي العادي كان الصغير ب45 والكبير ب70، الفالو كان ب80 الصغير وب100 الكبير، الرمبوهات من اول 200 جنيه وانت طالع حسب المستوى للجوز، وكان الجوز اللي كان معروض كله قدامنا كان جواز كبيره يعني. تركيبات الريمبو من 80 صغير ل100 كبير، الانصاص 400 صغير 600 كبير، الانجليزي بيبدأ من 1400 جنيه كبير حسب المستوى وحسب اللي كان معروض قدامنا. نخش بقى على الرز، الرز عندك رز لاتيني صغير ب350 والكبير ب450، اللوبلاين اورنج 900 صغير 1200 كبير، العين السوداء ب250 صغير 350 كبير، الاوبلاين لاتيني 600 صغير 700 كبير. نتنقل للفيشر دلوقتي وهو كان اخر حاجة معانا، كان كل الالوان بس عين سوداء ب200 صغير وب300 كبير، عندنا الفيشر الالبينو ب400 صغير وب550 كبير. في حاجة مهمة جدا لازم اقولها لكل الناس اللي بتشوفني، لو انت مش مضطر تبيع طيورك لاي سبب استنى شوية، لان السوق حاليا بيتنقل ولسه مش عارفين هيكون فين، هل هيتنقل مكان تاني ولا هيخش السوق القديم، وده مأثر على حركة اللم وعشان كده الأسعار وقعت، وبإذن الله الأسعار تظبط الجمعة الجاية لأن الطلبية اللي بتتلم هيبدأ التجار الشغل عليها من الأسبوع الجاي إن شاء الله. وما تبيعش طيورك أول ما توصل السوق لأن التجار شغالين بمليون زمن، وكل ساعة بسعر، كل ما بيتأخر بيرفع السعر. وبكده نكون أنهينا تقرير السوق عن يوم 30/6/2023. لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل شير للفيديو واشترك في القناة ليصلك كل جديد.